راديو نيل. إذن لسه مع حضراتكم في فاكرني حظه، لسه معانا الناقد الفني الأستاذ محمد عبد الخالق، مدير تحرير موقع في الفن. وخلينا نبدأ بقى على طول ونشوف ماذا سيفصح عنه من أسئلة هذا الصندوق، صندوق الحظ ده. فضل. إيه هي المسلسلات الأكثر نجاحاً جماهيرياً في 2022؟ طيب دلوقتي بقى حضراتكم سمعنا هو دلوقتي، أي حد حابب يشارك في هذا الاستفتاء اللي احنا عاملينه على الهوا يبعت لنا كده على صفحة نغم اف ام على الفيسبوك أو في المسجز سواء فويس أو اكتبوا لنا، عايزين نعرف إيه أكتر مسلسل، أكتر فنان، أكتر فنانة، أكتر يعني أحلى أعمال عجبتكم في سنة 2022. فضل بقى قولي أكتر مسلسل أنت شايف أنه كان حظه كويس في 2022 ونجح. بصراحة كان في كذا مسلسل حلوين قوي ونجحوا جماهيريا ونقديا كمان، مش جماهيريا بس أنا هختار. وده مش سهل لما يكون جماهيري ونقدي. طبعا هو كده حقق يعني المعادلة الصعبة زي ما فاكر بنقول. فاكر زمان كان يقولك الفيلم ده سينما ولا مناظر، قصة ولا مناظر، ولا مناظر. كانوا يقولوا أفلام مهرجانات يعني. اللي هو الفيلم القيم التقيل الجماهير ما تشوفوش، هو معقول المهرجانات بس. لا يعني اكتر مسلسل عجبني السنه دي وكنت حابه ومتابعه مسلسل جزيره غمام اللي اتعرض في موسم رمضان 2022. كان مسلسل رائع للمؤلف العبقري عبد الرحيم كمال، وشارك فيه كوكبه عظيمه من الفنانين. احمد امين قدم فيه دور كان مفاجاه بالضبط، ما توقعناش انه احمد امين يدخل في العالم ده. احمد امين اللي احنا متعودين عليه وعارفينه بالكوميديا لقيناه بيقدم دور هادي قوي، تراجيدي صوفي، قدر يمسك الدور كده بشكل شيك وهادي، ما افورش في الاداء بتاعه، ما قدمش دور الصوفي بصفته الدرويش اللي بنشوفه او مش بالشكل النمطي التقليدي. لا خالص يعني قدمه بشكل بصراحه كان رائع. وبرده لازم احنا نوجه تحيه للمخرج حسن المنباوي، هو طبعاً المخرج العظيم اللي قدر يقود كتيبه كانت كبيره فيها فنانين كبار، طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب ورياض الخولي. طارق لطفي كمان عمل دور حلو قوي بصراحه، هنتكلم عنه وفتحي كتير. طبعا انا جاي وعامل حساب اتكلم عنه كتير بصراحه تحديدا يعني. طب ليه اخترت العمل ده تقول ان هو الاكثر نجاحا في 2022؟ زي ما قلت لحضرتك، هو العمل كان صاحب رساله وهدف محددين قدروا يوصلوا بشكل فني واضح وصريح. دور الفن في ارساء ثقافه الاحترام المجتمع، ثقافة التدين الحقيقي البعيد عن التطرف، سواء التطرف اليسار أو التطرف لليمين. أنا كنت شايف أن دي كانت رسالة إحنا كنا محتاجينها قوي في الفترة دي على المستوى الفكري، على المستوى المجتمعي. العمل الفني اللي بيقوم بدور مجتمعي ده كنت شايفه اتحقق بنجاح. أداء الفنانين طبعا كانت نقدر نقول كان ماراثون من التمثيل الراقي الرائع بين كل الأسماء اللي إحنا قلناها، كلهم قاموا بأدوارهم بشكل جميل جداً.